عجل القسيمه دي عندنا مصالح لازم تخلص باذن الله تحت امر سعادتك. غزال الظرف بتاع مولانا تدهوله والعربيه توصله مكان ما هو عايز. الله يبارك فيك. وتخلص وترجع لي عشان عايز. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام مولانا. حفظ الله يا مولانا. مبروك يا علي. انا ماشي. علي ما ينفعش تسيب مرتك من فرحك، دي تبقى عيبه كبيره يا ابو الرجال. الحاجات دي كمان بالغصب ولا ايه؟ مش بالغصب يا علي، بس الاصول بتقولك ده، ما ينفعش تسيب مرتك في يوم زي ده. ما كفاياك عاد، انت عارف زين ان لدي مرتي ولا ده فرحي، ولا تضحك على ربنا انت واللي جايبه لنا ده. اتكلم بادب مع الكبير يا علي، لما تكون بتكلم الكبير تتكلم بادب، وقصر في الكلام يكسر احسنلك. صلوا على النبي يا جدعان، انتوا اخوات مش كده. فارق معاك قوي، واللي فوق دي مش تبقى اختك برضك؟ سيبك منه، ده عيل طارق. اقعد. غيره عاد عبد الله، انا كده عملت اللي عليا وباقي اللي عليك. ما تخافش، الكبير ما بيرجعش في كلامه. اطمن يا واد عمي، وطمن هاشم بيه ان كل حاجه ماشيه على اتفاقنا تمام. ما هو معلش يعني، انا كان لازم اسالك، اصل الموضوع شكله غريب. معاكي حق، هو فعلا غريب، بس هو في كل الاحوال خير. ابن خالك بقى يحكي لك. اعذرينا انا بقى رؤية. عموما انتوا حرين اللي تشوفوه، ما دام قاعدين معانا كام يوم انا هقوم ارتب لك اوضه تقعدي فيها. لا استني، انا زهقت من القعده لوحدي. هو انا ينفع اقعد معاكي في الاوضه دي؟ ما كانش بيقعد هنا غير اختي، وانا اختي ماتت وما عاوزاش حد يفكرني بيها. هو ايه اللي حصل بينكم؟ وانتي بقى لازم تحكي. انا امي دايما كانت تقول لي الواحده مننا عامله زي البير اللي مليان اسرار، في حزن وفرح وحاجات حلوه وحاجات وحشه، واحنا لازم كل شويه نفضيه عشان لو اتملى هيغرقنا جواه. والبير ده بقى عشان يفضى لازم تحكي. احكي لي بقى يا رؤية. هلو، ممكن ادخل؟ ايه الناس اللي بتنام بدري دي؟ انا ما بنامش اصلا. وبعدين انت جيتي هنا ازاي؟ وانا قلت لك العنوان ده قبل كده؟ مالك مستغرب كده ليه؟ ولا يكون في حد هنا معاك وخايف اقفشك ولا حاجه؟ لا مفيش حد هنا معايا يا ارهام، ادخلي فتشي بنفسك. ايه اصلا مسافره؟ يا ترى بقى ده ذوق مهندس الديكور ولا ذوق ايه؟ لا ذوقنا احنا الاثنين. هو حلو بس مش واو يعني. هي كانت عايشه معاك هنا؟ وكنتوا عايشين لوحدكوا ازاي؟ يعني اهلك واخواتك كانوا عارفين حاجه زي دي؟ السؤال السخيف المتكرر. كانت عايشه معايا هنا زي ما كنا عايشين مع بعض في لندن، عادي يعني. عادي يعني. طيب يلا قوم غير هدومك وتعالى ننزل. ننزل نروح فين؟ انت عايزه مني ايه اصلا؟ ولا حاجه، انا حسيت ان امبارح اليوم كان سخيف، فجبت عنوانك وجيت لك وقلت ننزل نعمل اي حاجه. تعالى ناكل سوشي. سوشي ما بقتش احبه اصلا. وبعدين انت ايه اللي فكرك بيا؟ انا كنت نسيتك. بس انا ما نسيتش. لا نسيتي. نسيتي يا ريهام، نسيتي في اخر مكالمه قفلتيها في وشي لما قلتي لي موضوعنا خلص. بس انا بقى عمري ما نسيت. ما نسيتش ان انتي اكتر بنت اذيتيني، انتي كسرتيني وسبتي جوايا علامات عمرها ما هتتمسح. صلاح انا اسفه. بسهوله كده. اسفه على ايه يا ارهام؟ ها؟ اسفه على ايه؟ على اني خليتيني احبك لحد ما بقيتي كل دنيتي؟ ده انا كنت بتنفسك، بعشق التراب اللي بتمشي عليه، بتمشي في دمي. في الآخر إيه؟ خلاص يا صلاح أنا مش قادرة، خلاص أنا زهقت، مش قادرة أكمل، مش قادرة فعلا. بس أنت كنت عارف من الأول إن إحنا ما كناش هنبقى لبعض. بس كنت بحبك، كنتش عايز حاجة من الدنيا دي غيرك، وإني أفضل جنبك،
انت عارفه انت بعد ما بعدتي عني انا حصل لي ايه؟ الدنيا بقت فاضيه، ما بقاش في دنيا اساسا. انا حاولت انساكي ما عرفتش، اشوفك في كل حاجه، في الاماكن، الشوارع والاغاني، بنام واصحى احلم بيكي. عارفه معلش انا ساذج شويه، انت كل الكلام اللي كنت بتبعتهولي انا محتفظ بيه، وقد ايه انت كنت مبسوطه معايا وفرحانه حاسه بالامان. ده صحيح يا ريان، هو كل ده راح فين؟ كان غصب عني على فكره. وبعدين ما تحسسنيش ان انا بس الوحشه، انا زهقت وكنت عارفه ان احنا مش لبعض ومشيت، وحاولت افهمك ده 100 مره وانت ما فهمتش. كنت مصر تكمل في الطريق اللي انت ماشي فيه ومش فارق لك اي حاجه. كنت غبي يا ريان، كنت متصور ان انا بحافظ عليكي، حاولت انساكي. السفر، الخروج، بنات تانية. طب وعيشة؟ ولا دي مش بنات تانية؟ عيشة، عيشة دي أكتر بنت أنا ظلمتها في حياتي. أنتي أنانية أوي يا إرهام، وأنا قررت أبقى زيك، فضلت مع عيشة وأنا ما بحبهاش، ولما الموضوع طول سبتها، كسرت قلبها زي ما أنتي كسرتي قلبي. دايرة وما بتخلصي، ناس بتخلص ذنب ناس تانيين. طب ودلوقتي خلصت ولا لسه؟ ايه مالك في ايه؟ مستكتر عليا ان انا عبدك؟ انت عارفه انا بعد ما سبت عيشه ايه اللي حصل؟ قالت لي الدنيا سلف ودين، عملت ايه انا بقى بعدها؟ رجعت لها تاني علشان يبقى سلف ودين بجد. رجعت لها تاني وانا ما بحبهاش علشان اظلمها. يمكن لما اصدمها ترجعيني انت تاني ولو شويه. صالح انا بجد اسفه، والله انا حبيتك وحاولت بس فشلت. انا ما تعودتش ادخل اي معركه تكون خسرانه، ما كنتش عارف ان انا هواجهك كده. تمام، وهو جه وقت المعركه الكسبانه. مبسوطه يا رهام؟ ادينا هنتجوز زي ما كان نفسنا. بس ده انت رهام اللي انا حبيتها، ولا انا صالح اللي انت حبيتيه؟ مين؟ انا علي عيشة. خش يا علي. طب انا نازله تحت شويه وهجيلك تاني، مستهدي بالله كل شيء هيتصلح. أنا مش عارف أقول إيه في موقف زي ده. كان نفسي أقول مبروك. ليه يا علي؟ أنت عارفة أنا عملت كده ليه؟ عملت كده ليه؟ أنت لما كنت بقع في مشكلة كنت أنت أول واحد بجري عليه. طب أكلم مين دلوقتي يلحقني منه؟ محدش يقدر يجرب لك طول ما أنا موجود يا سلمى. أنت مبقتش موجود يا علي. إزاي وافق؟ كانش قدامي حل تاني. عشان ضعيف. عشان ضعيف يا علي. طب انا مجبره وماليش حد، انت ازاي خليك توافق؟ انا مش قادره اصدق. انا وافقت عشان احميكي، عشان ابقى جنبك، ظهرك، على الاقل دلوك. عشان تحميني تتجوزني بالعافيه صح؟ اعتبريها ورقة، انا مستعد اطلقك دلوك. سلمى انا مش اخبي عليك، انا طول عمري بتمنى اليوم ده يجي، بس عمري ما تمنيت يكون بالشكل ده. عمري ما تمنيت اتجوزي غصب عنك. هو أنا قلت لك إني بحبك قبل كده؟ بتحبني إزاي؟ أكيد لا، أنت طول عمرك زي أخوي. بالنسبة لك زي أخوك، لكن أنت عمرك ما كنت أختي. أنا بحبك من أول مرة شفتك فيه. عارفة يا سلمى؟ عارفة لما كنت بتيجي تحكي لي عن حد بتحبيه أو بيحبك؟ أنا كنت بتقطع من جوايا. كل الناس عارفة اني بحبك، انت الوحيدة اللي مش حاسة. طول الوقت شايفاني اخوك، انا عمك. فاكرة الواد اللي وريتيني صورتك معاه؟ لما كنت بضربه
كنت بحس اني بضرب نفسي، عايز اخرجك من جوايا باي طريقه، بس انا قلت يمكن بعد الجواز تقدري تحبيني. علي انا كنت شايف، انا عارف كل حاجه ومش عايز منك اي حاجه، عايزك تعرفي بس اني موجود جنبك عشان احميكي واكون في ظهرك، وجوازنا ده ورقة زي ما قلت لك، الفتره دي تعدي مش هتلاقيني موجود. هدي نفسك يا زكريا يا ابني، يعلم الله ان انا مش راضي عن اللي حصل زيك بالظبط، وربك هو اللي يعلم ان عمري ما حسيت بالعجز الحقيقي اللي بعد ما عبد الله عمل اللي عمله. اتمنيت ساعتها اني اكون بصحتي عشان اجيبه هنا واحطه بين رجلي واقدبه من اول وجديد. طول عمري عارف ان عبد الله من ناحيتنا جواه سواد، بس عمري ما تخيلت انه يبقى بالشكل ده ومش لوحده، معاه زينب اللي هي عمتي. عمتك زينب ربنا ما رزقهاش طيبه في قلبها، طول عمرها حاسه ان زين الله يرحمه واكل حقها، ما صدقت تلاقي حاجه تقوي بيها قلبها. وانت من يوم ما قتلت الظابط ما قتلتوش، انا ما قتلتش حد. امال ايه اللي حصل يا ابني؟ العمليه دي كانت تمويه كاموفلاش، ما كانتش معانا بضاعه، البضاعه والفلوس كانت مع صالح وحربي في حته تانيه خالص. احنا ما كانش معانا في العربيه غير عفش. الرصاصه اللي اتضربت دي ضربت من حد انا معرفوش، اللي مقصود من الحركه دي هي انا، يخلصوا مني انا بعد ما الضابط وقع قدامي سايح في دمه. كل اللي معاه وزمايله جم علي، انا كان المفروض اتصفى في اللحظه دي لولا اني فكرت ولقيتش حل غير ان انا اهرب. هروبك ده مش هيفيدك بحاجه يا ولدي، انت شايف الجرانين والتلفزيون بيقولوا عنك ايه؟ شفت، بس مش ده اللي هممني. انا اللي هممني دلوقتي حاجه واحده بس، ارجع حق العيله، ارجع حق اخواتي، ارجع حق امي. بعد كده انا هعرف اجيب حقي كويس وابرأ نفسي. عم صبري، تبايعنا بقى الكبير؟ طبعا نبايع، مفيش غيرك انت كبير عيله العطارين. تقول كده قدام كل الناس؟ قصاد اي حد، انت كبير عيله العطارين. تمام. اللي خلف ما ماتش يا ولدي، شوف انت عايز تعمل ايه واحنا كلنا واقفين في ظهرك.